بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم بتكون عن الدهون. Lipids are naturally occurring heterogeneous group of organic compounds that are important constituent of blood and animal. الدهون في الطبيعة هي عبارة عن مجموعة غير متجانسة من المركبات العضوية المهمة, that is important question of مهمة في تركيبات الأنسجة النباتية والأنسجة الحيوانية. Lipids are ester, الذي عبارة عن esterات of long chain fatty acid, من سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية. بنتكلم عن الإستر, بنتكلم عن الأحماض الأمينية. هذا مركب الإستر, احنا عارفينه من محاضرة الكربوهيدرات COO, وهنا مرتبط بمجموعة وهنا مرتبط بمجموعة أخرى. إستر آر ديريفيتيف أوف كاربوكسيليك, هو مشتقات الكربوكسيليك أسيد COO. هذا COOH كربونيك أسيد زائدا الكحول, مركب كحولي في وجود حمض مثل HCl يعطينا إسترز, اللي هو مجموعة الكربوكسيليك مرتبطا فيها عبر مجموعة COO الكربوكسيل مجموعة أخرى من الكحول. هذا عندنا الكحول يوجد فيه هيدروكسيد يرتبط مع هيدروجين ويعطي لنا ماء, ويرتبط المركبين اللي هو مجموعة الكربوكسيل مع مجموعة الكحول ويعطي لنا الإستر كومباوند. The general formula of ester are COOR. هذا R داش يعني انه الR هذه تكون مختلفة عن الR الأولى, اللي الR الأولى واجهة من مجموعة الكربوكسيليك أسيد والمجموعة الثانية واجهة من مجموعة الكحولك. والR maybe قد تكون الR ممكن تكون H, يعني هنا يكون عندنا H, هذا في إن الكايل جروب. الكايل والارايل أنتوا أخذتهم في الأورجانيك كيمستري. The group of atom that result when hydrogen atom is removed from alkyne is called alkyl group. لما تأخذها من الألكان, أنت أخذت الألكان والألكان برضه في الكيمياء العضوية, alkyl group. الألكان عبارة عن كربون, عدد من الكربونات فيها عدد من الهيدروجين, لكن عدد الهيدروجين هو عبارة عن اثنين, يعني ضعف عدد الكربون زائدا واحد. يعني لو عندنا هنا ستة كربون, الهيدروجين هنا بيكون 12 زائد واحد, يعني بيكون C6H13. Aryl group of hydrocarbons is aromatic. في الأرايل جروب هنا بتكون عندنا aromatic group. Where R dash, الR dash اللي واجه من الكحول, may be alkyl or aryl but not hydrogen. اللي واجه من الكحول ما تكونش هيدروجين, إنما تكون aryl أو alkyl. Lipids are الدهون considered one of the most element nutrient for the human. الدهون محتوى الأكل أو المواد الغذائية التي يحصل عليها الإنسان كلها فيها, يجب أن تكون تشمل على الليبيدز. كونستيتوانت أوف هيتروجينس, قلنا عنا إن هي مجموعة غير متجانسة جروب, كومباوند أوف بايو كيميكال إمبورتانس, من المركبات الحيوية المهمة. Naturally في الطبيعة occurring molecule from plant, تجي أيضا من النباتات أو من الأنيمال. من النباتات عندنا الزيوت اللي نستخلصها من النباتات, وعندنا أيضا الدهون اللي موجودة في
الحيوانات that are soluble in non-polar organic تدور في مركب عضوي أو نسميها المذيب العضوي إنه هو non-polar. Lipids molecule contain large hydrocarbon proteins أيضا تحتوي على هيدروكربون. احنا قلنا كل البيوت الكيمستري عبارة عن هيدروكربون. هيدروكربون تحتوي على هيدروكربون بروتين، يمكن لايبو بروتين يعني لايبو بروتين او جلايكو بروتين يعني كربوهيدرات بروتين و ليبيد جلايكو ليبيدز and not mainly polar. ما هماش بشكل عام not mainly polar functional group. مجموعة البولاريتي اللي هي موجودة، احنا عرفنا البولاريتي في الكربوهيدرات functional group which cannot for their solubility behavior، هي اللي تخليها لها طبيعة غير مذابة في البولار. بنشوف كيف essential component of all living organism. الليبيد مركب مهم جدا في كل الكائنات الحيه. water insoluble organic ايضا تعتبر water insoluble، يعني الدهون لا تذوب في الماء لانها hydrophobic non-polar، لانها هي عباره عن هيدرو كارهه للماء non-polar. amphibic يعني انها containing both non-polar and polar. اذا هي اما ان تكون hydrophobic non-polar او انها ايضا amphibic اللي تحتوي على المكسر ما بين non-polar والبولار. biomolecules that have the common property of being soluble in organic non-polar. اذا انه المركب الدهون هو كمان له يعني مواصفات عامه سوليبل ان اورجانيك اللي يدور في الاورجانيك سولفنت اللي هي النان بولر بات نوت ان ووتر، ما يدورش في الماء اللي هو بولر. Biomolecules that have common property of being soluble in organic non-polar solvent but not in water. Mostly they contain fatty acid. معظم الليبيدات تحتوي على أحماض أمينية. The simplest type of lipids. احنا قلنا في الكربوهيدرات السمبلست حتى هو المونوسكرايد، وفي البروتينات assemblage structure مكونات اللذات assemblage حقها هي الامينو اسيد. they are carboxylic acid احنا قلنا اللي هي COOH with an even number في عدد زوجي من الكربونات من atoms of carbon usually between 10 الى 20. يعني مركبات الليبيد الكومن عندنا هي من 10 كربون الى 20 كربون ميمورايز غير كومن من اللي هي بتعطي المسمى لهذا الليبيد. الاعداد هي بتكون عندما نشوف لك النومكريتشر التسمية انها تعتمد على عدد الكربون. فريفاتي اسيد قلت فيها ترانسفورماتيز كنا احنا هي السمبلست، لكن ما هياش زي الكربوهيدرات فاتي اسيد على فاتي اسيد على فاتي اسيد تعطينا ليبيد. لا هو صح الاساس فاتي اسيد ولكن يرتبط فيه مجموعات اخرى. ترايجليسرايد العمود الفقري للدهون هو الترايجليسرايد وارتباطه بمجموعات الفاتي اسيد التراي اسايل جليسرول. فوسفوليبيد مركبات دهنيه فيها فوسفيت. جلايكوليبيد مركبات دهنيه فيها كربوهيدرات جلايكو. ستيرويد مركبات دهنيه
من الاستيرويد لها ستراكشر معين اللي هي تعطينا هرمونات الاستيرويد. استر يعني شفنا الاستر في بداية المحاضرة are widely distributed in nature، يعني مركب الاستر ده طبيعيا منتشر بشكل عام. important in fact، in fact مهم جدا في الدهون in fact and vegetable oil ال vegetables اللي هي الفواكه الزيتية which are ester، هي أصلا مركبات ester of long chain and glycerol، يعني glycerol مرتبط في long chain of fatty acid. unlike polysaccharide زي ما قلنا مش مثل البوليسكرايب، البوليسكرايب قلنا مونوسكرايد زائد مونوسكرايد يعطينا بايسكرايد زائد مونوسكرايد زائد مونوكسيد يعطينا الاوليغوسكرايد الى 10 وبعدين يعطينا اكثر من 10 عشان يعطينا البوليسكرايد، هي عباره عن مجموعه من البوليسكرايد. ايضا البروتين امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو يعطينا بوليمرز اوف بروتين. ليميتس ار نوت بوليمرز، الليميت ما هو بوليمر، وان كان الفاتي اسيد هو السمبلست اوف component of lipid. They lack repeating monomer، ما هياش عبارة عن monomer زي monomer زي monomer زي ما قلنا احنا في الكربوهيدرات وفي البروتين. هذه some common fatty acid، عندنا acetic acid CH3COOH، تعالوا نشوف السي كم واحد، اذا الهيدروجين واحد زائد واحد ساوي اثنين زائدا واحد ثلاثة. نجي كابريك اسيد خمسة كربون، خمسة وخمسة عشرة وزائد واحد بقى 11 زائد مضاد الصوت بهذا الشكل كلها زي ما قلنا احنا في التركيب الكيميائي. عندنا هنا 17 و17 34 زائد واحد 35 مع مضاد بهذا الشكل. بيوميديكال important، الأهمية الطبية للدهون. لكن هذا common property being relatively insoluble in water، أول في ميزة إنه لا يذوب في الماء and soluble in non-polar solvent اللي هي قلنا إيش non-polar organic solvent as الإيثر كلوروفورم بنزين الكول اند كربون اند كربون تترا كلورو، هذه مذيبات الدهون عباره عن مركبات عضويه من بولر سولفنت. ايديم ليبتس كونسيت ابروكسيمتلي، هذه علامه ابروكسيمتلي 25-28 اوف دايت، اذا 25-28% من الاكل يحتوي على edible lipids. ليش؟ because their high energy value. اللبس high energy value، احنا دائما نتكلم ونقول energy، نتكلم عن الكربوهيدرات والسكر والسكريات ومش عارف، لكن هذيك simplest energy، لكن دي high energy value فيها كمية كبيرة من الطاقة الحيوية. fat soluble vitamins ايضا تحتوي على الفيتامينات المذابة في الدهون، في عندنا فيتامينات لو حصلنا عليها اقدر يكون في دهون ما تدرش وتبقى زي ما هي، فوجود الدهون تعمل على إذابة هذه الفيتامينات. the essential fatty acid contain the fat of natural food، كل الاسينشال فاتي اسيد الاحماض الامينيه المهمه تحتوي على في فات اوف ناتشرال، على دهون في الناتشرال فود في الاكل او الغذاء الطبيعي. لبس سيرف از ستارتنج ماتيريال، اللبس تعتبر الطاقة الأولية للانطلاق،
ستاردن ماتيريال. الستاردن ماتيريال هي اللي تبتدي او المواد التي تعمل ستارد لبرودكشن اوف ميني امبورتانت كوميونيتي such as swab production. عندما انتاج الصابون طبعا في عمليه تسمى عمليه الصابونيفيكيشن وجود لوجود الدهون، وايضا بنشوف ايش مهمه انه تكون از ستارتنج ماتيريال. ليبيدز ار ذا موست امبورتانت انرجي، هي امبورتانت انرجي ستوريك كومباوند. اولا عشان وجود الدهون تتخزن وهي تعتبر مخزن قوي ومهم جدا للطاقة. إن أنيمال كانجدم في المملكة الحيوانية طبعا والإنسان كمان. ليبيدز بروفايد انسوليشن فور فيتال أورجانيك، إذا الدهون تعطينا حماية انسوليتر فور فيتال أورجانز، يعني كل الأورجانز الموجودة في جسم الكائن الحي جسم الإنسان محمية بأغشية دهنية. الجهاز الهضمي ما مرش بالميسنتريكا وبرع الغشاء دهني، ما اسمه الكبد حواليه غشاء من الدهون، عشان كده الناس اللي عندها تراكم في الدهون يصير عندهم تشمع في الكبد. عندنا أيضا القلب محاطة غشاء من المواد، كل هذه الأورجان important organ محمية بالليبيدز. protecting them from mechanical shock، هذه الحماية أولا تحميها من أي حركة ميكانيكية أو صدمة ميكانيكية، كان واحد يحصل له على مثلا صدمة أو دقة، فالدهون تعمل كنوع من الوسادة ومن الحماية، وأيضا من أي احتكاك ما بين جهاز وآخر. maintaining optimum body temperature، أيضا تحافظ على درجة الحرارة المثالية لجسم الأورجن. عندنا في مثلا الإنسان 37 درجة، 37 درجة دي الذي يحافظ عليها لا تزيد ولا تقل هو وجود الدهون بالشكل الطبيعي. fat store in adipose tissue، طبعا أنتم عارفين إنه الدهون أصلا تخزن في الأديبوز تيشو. serve as thermal insulator، تعمل على انها تكون عازل حراري عند subcutaneous tissue and around certain organs. عندنا ال subcutaneous اللي هو الجلد تحته في طبقة من الدهون، تعمل كنوع من البروتكشن ومن الحماية في درجة الحرارة ان زادت او قلت. وايضا الراوند وايضا معظم الاورجن المحميه قلنا بليبيدز، فتعملها ثيرمال انسوليتور عازل حراري. نمبر ليبيد اكت از الكتريكال انسوليتور، الدهون النمبر اكت از الكتريكال انسوليتور اللود ريبل بروجيشن اوف depolarization with a long myelinotic nerve. عندما الجهاز العصبي والأحبال الشوكية وكل هذه محمية بدهون من دولة عشان تمنع تأثير باقي الأجهزة أو باقي الجهاز نفسه العصبي من الإلكتريك من الجهاز العصبي في دبدبة كهربائية، فيه ايضا نقل الشحنات الكهربائية، فتعمل لها عملية انسوليتور. combination of lipid and protein، lipoprotein lipo يعني lipids protein proteins important. ايش مهمتها insular constituent الخلية
الخلية تحتوي على لايف بروتين occurring in both cell membrane. cell membrane الممبرين أو الغشاء الخلية يحتوي على لايف بروتينز. ميتوكوندريا نفس الكلام. الميتوكوندريا فيها ممبرين عبارة عن لايف بروتينز serving also as a mean transporter. تعمل على هنا عملية نقل المضر في البلد. تنقل اللايف بروتين، تنقل الدهون داخل الدورة الدموية في البلد ستريمز. ليبنز ار ان انتجرال كومبوننت سيل ممبرين ستراكشر. الليبنز هو مركب اساسي جدا في السيل ممبرين and as such are associated with transportation across cell membrane. عندنا السيلز محاطة بأوتر وإنر سيل ممبرين وفيهم بورز اللي تسمح بدخول بورز اللي هي عبارة عن فتحات تسمح بدخول بعض المركبات مركبات الميتابوليزم والمركبات الكيميائية. وفي أيضا فيها ريسبتورز اللي هي المستقبلات. هذه كلها يعمل لبن على انها مهم في نقل المركبات اللي تدخل وتخرج من السيل من الخلايا. knowledge of lipid biochemistry مهم جدا ان يكون عندنا معلومات عن lipid biochemistry is necessary in understanding من اجل ان نفهم many important biomedical area من اجل ان نفهم كثير من الحالات الطبية التي تصيب الاورجانيزم او تصيب الانسان. لأن مثل عندنا الاوبيزيتي السمنة عندما نفهم البيوكيمستري بنفهم السمنة دي ليش اجت وما هي اضرارها وما هي كل اللي يحدث في جسم الانسان نتيجة لوجود السمنة. ان السمنة عبارة عن تراكم دهون. ديابيتس ميليتس الناس اللي عندهم سكر نتيجة لخلل في الميتابوليزم في عندنا ايضا يحصل احيانا نوع من التعويض في الدهون او تراكم الدهون وتأثر على الدهون داخل جسم الانسان مما تسبب له بعض الامراض. اثيروسكلروز تصلب الشرايين. تصلب الشرايين عندنا الشريات والاوردة والكابيلاري هي سموث ناعمة وايضا فليكسبل يعني ممكن تتعطل ممكن تتغير في اتجاهاتها لانها مرنة جدا. وايضا سموث لانها محاطة بطبقة خارجية من الدهون وايضا طبقة داخلية من الدهون. لو حصل تراكم الدهون خارج او داخل وبالداخل الوعاء الدموي يصبح يفقد مرونة فليكسيبيليتي هكو ويصبح متصلب. التصلب ده يؤثر على وظيفة الوعاء الدموي الفين او الاتري او لانه كونه مرن يسمح له بدخول وخروج في جميع اتجاهات الجسم وايضا يسمح انه داخل سموث ناعم بتحرك الدم بخلاياه بكل سهوله لان اي ريجيديتي او خشونه داخل الوعاء الدموي تعمل على بدايه تحرك. عندما تدرس الكوجيليشن الانترنسك والاكسترنسك فاكتور عشان تعمل لنا كلوت فالناس اللي عندهم سكلوت ممكن يصاب بقلقات. The role of virus versus of poly unsaturated fatty acid. عندنا بنشوف بعدين ما ندرس الفاتي اسيد عندنا saturated متشبع وعندنا unsaturated. البولي unsaturated fatty acid in nutrition and health. يجب ان نعرف الرول الادوار المختلفة للبولي unsaturated fatty acid في الغذاء.
وفي صحة الإنسان.